السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا شباب. الفيديو النهاردة بعنوان Press Your Network Button. طيب النهاردة بإذن الله هنتكلم عن أربع نقط. أول نقطة تعليقات على الكورس CCNA Routing and Switching اللي احنا بنشتغل فيه. تاني نقطة هنتكلم عن أو هنجاوب على استفسارات الناس في مجال البنتستنج او مجال السكيورتي. يخش هنوضح شويه حاجات في نقط السكيورتي والبنتريشن تيستينج. ثالث حاجه هنتكلم في شويه نصايح لاي واحد بيبدا دراسه النتورك او لسه بيفكر يبدا يدرس النتورك. هنحاول نعرفه شويه حاجات كده، ايه بحيث حاجات في الاول كده نصايح ليه بحيث ان ما يبقاش تايه. رابع حاجه هنتكلم عن او هنجاوب عن استفسارات بعض الناس على السي سي اي. طيب مبدئيا بسم الله الرحمن الرحيم، جات لي بعض الانتقادات السلبيه عن محاضرات السبميتنج في الكورس. الناس بمنتهى البساطه اللي انتقدت ولهم يعني لهم مني الشكر على الفيدباك اللي هم قالوها، لان ارائهم ايا كان اراء اي واحد سواء سلبيه او ايجابيه، والسلبيه اكتر من الايجابيه بتفيد في تحسين المحتوى. وطبعا ليهم كما يعني ليهم مني كامل الاحترام. الناس بتقول ان المحاضرات السبميتنج انا ما استندتش على طريقه واحده، لا انا استندت على كذا طريقه، فالطالب بيتلخبط، اللي بيتفرج على الفيديو بيتلخبط. طيب احنا مبدئيا يعني بفضل الله احنا بدانا الاول بسبع اجزاء في السبميتنج. بدانا بالاي بي ادريسنج، ثم بالباينري ديسيمال كونفرجن، ثم دخلنا او تحويلات من الباينري للديسمال والعكس، ثم في الفيديو الثالث او في الجزء الثالث من السبميتنج اتكلمنا عن السبميتنج بيز اون نتورك نمبر وبيز اون هوست نمبر، ثم الفاريبل لينث سبت ماسك، ثم اتكلمنا في الفيديو او الجزء الخامس عن السمرايزيشن، واتكلمنا في الجزء السادس عن السي اي دي ار، وفي الجزء الاخير حلينا مسائل على ايه افكار السبميتنج، افكار متنوعه للسبميتنج. يا شباب انا في السبميتنج مش عايزك تلزم نفسك او تحجم نفسك بطريقه واحده. ليه؟ لان الكلام ده ينفع فعلا لو السبميتنج اللي بيجي لك على اسطمبه واحده، لكن انت مشاكل السبميتنج بتجي لك على كذا شكل. فخلي بالكو ما ينفعش اما تيجي مثلا تعلم واحد تعلمه على اسلوب تفكير واحد فقط لحل المشكله، لان مفيش مشكله بتتحل بطريقه واحده، ومفيش طريقه تنفع لحل كل المشاكل، خصوصا لما تيجي تتكلم على توبيك. فانا عشان احل مشاكل التوبيك ده انا ما ينفعش اعتمد على طريقه واحده، تمام؟ طيب الجزئيه الثانيه ان انا وضحت طريقه اولانيه وطريقه ثانيه وطريقه ثالثه، وفي الاخر انا بريكومند الطريقه الفلانيه، وده بتلاحظها بان انا اما اجي بقى ايه خصوصا في المحاضره في الجزء السابع هتلاقيني بحل بطريقه واحده لكل مسائل السبميتنج دي. خلاص انا عرفتك واحد اثنين ثلاثه، طيب خلاص احنا بقى ايه يا جماعه في الفيديو النهارده مسائل السبميتنج كلها هنحل بالطريقه الفلانيه. بس انا عملت كده عشان ما تلزمش نفسك، ما تحجمش نفسك، وكذلك دماغك تكون فليكسبل اكتر في التفكير في التشالنجز بتاعه السبميتنج، وكذلك عشان تبقى فاهم الكور او اصل الموضوع جاي منين، اصل الموضوع جاي منين. يعني زي مثلا انا بقول لك الانكريمنت الرقم المقابل لاخر واحد، تمام؟ اقول لك سلاش 25 الرقم مقابل الرقم البوزيشن نمبر المقابل لاخر واحد. فانا فهمتك بكذا طريقه ليه انا بختار الرقم المقابل مثلا لاخر واحد على سبيل المثال. فده ردي على موضوع اللي انا اعتمدت على كذا طريقه. ده كده خلصنا ايه الجزئيه بتاعه السبميتنج. ان شاء الله باذن الله تعالى هنبدا المحاضره الجايه عن السويتشنج. هنتكلم بفيديوهين، سويتشنج فاندمنتالز بارت 1 سويتشنج فاندمنتالز بارت 2، ثم الكونكتنج تو اسيسكو ديفايس، وبعدين الفيديو اللي بعده الفيديو رقم 17 هنتكلم عن بعض الاوامر الاساسيه في الاي او اس. ثم بعد ذلك بعد اربع محاضرات بالظبط بقى الاربع محاضرات اللي انا قلتهم هنخش باذن الله تعالى في العملي. طيب هنتكلم بقى في النقطه الثانيه عن السكيورتي. مبدئيا اي واحد عايز يدرس سكيورتي او بنتريشن تيست لازم يفرق ما بين حاجتين. في فرق ما بين انك تكون بنتستر، وفي فرق بين انك تكون سكيورتي انجينير. انك تكون بنتستر انت راجل يعني انت راجل مهمتك الموقع، يعني انا هحكي موقف عن طريقه انت بتعرف مين الفرق او تعرف الفرق ما بين السكيورتي انجينير وما بين البنتستر. طيب الراجل البنتستر بيروح مثلا لشركه، فالشركه بتقول له بعد اذن حضرتك احنا عاملين فاير وولز، السكيورتي انجينير
اللي عندنا في الشركه في الاي تي مانجمنت قسم الاي تي، عمل لنا باير، حط لنا باير وولز، عمل الكونفيجريشن بتاعته ومامن النتورك بتاعتنا. بس احنا عايزين نتاكد من معامل الامان عندنا واصل لحد فين، النتورك بتاعتنا يعني قريبه من الدينجر بوينت ولا لا. طيب انت بتمضي كونتراكت معاهم، الكونتراكت ده موضح عليه التولز مثلا ان انت هتستخدمها في عمليات الاختراق، الصلاحيات اللي هم مديها من اللي انت واخدها، وكذلك انت هتخترق ايه بالظبط. يعني انت هتخترق سيرفرز، هتخترق مثلا بي سيز، راوترز، سويتشز، اور فاير وولز. هتحدد بقى في الكونتراكت انت هتخترق ايه بالظبط. فالموضوع بيكون محجم والموضوع بيكون محدد وبيكون موثق قانونا قبل ما يكون موضوعا. ثم بعد ذلك بتعمل عمليات البين تيستنج بتاعتك طبقا بقى ايه للكونتراكت ده، وبتعمل تكنيكال ريبورت موضح عليه الثغرات اللي انت اكتشفتها والتولز اللي انت استعملتها في اكتشاف الثغرات دي واقتراحاتك بسد الثغرات دي، وبترفع تكنيكال ريبورت لمين؟ للسكيورتي انجينير، الراجل اللي هو عامل بقى ايه، الراجل الفاير وول ادمنستريتور اللي هو بقى عامل كونفيجريشن فاير وول سواء سيسكو او اليو تي امز بتاعت بورتيجيت والكلام ده كله. فده الفرق ما بين انك تكون بنتستر او سكيورتي انجينير. طيب بنتستر التراك بتاعك عشان تتعلم بين تيستنج كويس، تبدا الاول بالان اي راوتنج اند سويتشنج، لان لازم يكون عندك معلومات قويه عن النتورك بتشتغل ازاي، لان انت هتخترق نتورك. فما ينفعش مثلا الهاكر بالظبط كده، يعني خصوصا البلاك هات هاكر عامل زي الحرامي. الحرامي ده لما يجي يكسر كالون باب لازم يكون عارف الكالون ده شغال ازاي عشان يعرف هو هيكسر اي حته فيه. فانت هتخترق نتورك، انت لازم تكون عارف النتورك شغاله ازاي عشان تعرف الثغرات بتاعتها بتكون موجوده فين وازاي توصل لها وازاي تخترقها. طيب تبدا ان ايه راوتنج سويتشنج، ثم ان ايه سكيورتي، ثم بعد ذلك تدخل بقى في ايه، في البنتريشن تيست. سواء السي اتش، السي اتش ده مش بيديك يعني انا في ناس بتظن السي اتش ده المنهج المثالي او المنهج اللي انت هتذاكره هتطلع منه هاكر محترف. لا، المنهج ده بيديك جاست بيزك كونسبتس، لكن ما بيديلكش براكتيكال لابس او تمرينات عمليه توريك ازاي اقدر انفذ عمليه اختراق معينه. هي فقط بتوريك فقط البيزك كونسبت او الثيوريتيكال باك جراوند، الجانب النظري ورا كل اتاك شغال ازاي، الهاكر بيفكر ازاي، الهاكينج سيستمز والمالورز والباك دورز والكلام ده كله. طيب النقطه الثالثه، اي واحد بيفكر يدرس نتورك تبدا بالان اي راوتنج اند سويتشنج. الطريق طويل بس مش صعب بل ممتع. هتدرس الاول الان اي راوتنج اند سويتشنج مش الان بلس، لان كل الكونتنتس بتاعت الان بلس مرميه في منهج الان اي 220. فانت هتدرس الان اي راوتنج اند سويتشنج، ثم تشوف بقى هتكمل ان بي راوتنج اند سويتشنج ولا هتخش في تراك الكولابريشن، تراك بقى الفويس والتليفوني سيستمز والفيديو سيستمز، ولا هتخش في تراك السكيورتي ده اللي انا اتكلمت عنه من شويه. طيب برضو بعض الناس بتقول لي طب يا باشمهندس انا خريج تجاره، انا خريج كذا، انا خريج كذا، اخش في النتورك ولا لا؟ بقى الشركات بتطلب خريجين هندسه والكلام ده كله. يا شباب في يعني حاجه كده عايز الناس اللي لسه بتبدا تحطها في اعتبارهم، ودي حاجه بقى من خبرات العمليه في الشغل او في السوق. انت دلوقتي القطاع الحكومي، القطاع الحكومي، المؤسسات الحكوميه بتهتم بالمؤهل العالي، يعني تمام بتهتم بالمؤهل العالي، لكن القطاع الخاص لا يهتم. القطاع الخاص فقط يهمه ان انت بتعرف تعمل ده ولا لا. يعني سي انا مثلا امبلوير، انا صاحب شركه، تمام، فانا رحت اتعاقدت، انا صاحب شركه نتورك سوليوشنز زي مثلا شركه اكت، فانا جات لي مستشفى اتعاقدت معاها عشان امسك السيستمز عندهم واعمل لها عمليات صيانه دوريه عليها. طيب ورحت مثلا لبنك، البنك ده برضو اتعاقد معايا، فانا ايه، انا هعمل نتورك سبورت لكل مثلا اربع مؤسسات، بفرض الاربع مؤسسات دول بيدفعوا لي سي مثلا بالشهر 100,000 جنيه. اوكي طيب مثلا، فالامبلوير بيقعد يحسبها، طب انا 100,000 جنيه هجيب كم مهندس عشان يقوم لي بالشغل ده؟ فمثلا هجيب 3 مهندسين، طيب يعني كل مهندس هياخد قد ايه؟ مثلا 5,000 جنيه، يعني هيلود عليه ب 15,000، طب اذا انا كسبان كذا، واضح؟ فهو اما يجي له بقى يعمل انترفيوز، فبيجي له مهندس واحد واخد ان بي حتى اي اي، تمام؟ وعمل معاه الانترفيو ولقاه فاهم، وده راجل اساسا خريج تجاره، بس لقاه فاهم، يعني هيقوم له بشغله، وجي عمل انترفيو مع واحد في الـ واحد خريج هندسه بس لما بيفهمش، واضح؟
فلا فبيقول خلاص انا هاخد ده حتى لو خريج تجاره. ايوه ما هو ده هيعمل لي شغلي، فهي دي الفكره. فالقطاع الخاص بيفكر بالمنتاليتي دي، اغلب القطاع الخاص بيفكر بالمنتاليتي دي. طيب النقطه الثانيه او النقطه الرابعه اللي هنتكلم عنها السي سي اي اي. يا شباب انا مش عارف يعني، بعض الناس تقول لي ايه انت عشان تبدا السي سي اي اي لازم تقعد 4 3 سنين شغال في المجال وتخش بعدها الاي اي والكلام ده كله، او سنتين او سنه او ايا كان. يا شباب السي سي اي اي امتحان اللاب، امتحان اللاب حتى لو انت راجل عندك خبره 10 سنين، لو انت ذاكرت الاي اي امتحان الكونتنت بتاعت امتحان السي سي اي اي ودخلت ممكن جدا تفشل. هو الفشل بيجي منين؟ الفشل بيجي من ان الناس مش عارفه تتعامل مع ظروف الامتحان. ظروف الامتحان لو انت عرفت ظروف الامتحان ودربت نفسك عليها كويس، يعني انت بتتدرب على حاجتين، التوبكس ازاي تجاوب على الريكويرمنتس او الاوبجكتيفز بتاعت اللاب اللي بيجي لك، وكذلك ازاي تتعامل مع ظروف الامتحان، ظروف السفر، انت بتمتحن في بلد غير بلدك، ظروف التعامل بقى مع الانفايرمنت اللي حواليك. يعني بعض الاماكن انا بنصح اي واحد مثلا بيروح عايز يدرس سي سي اي او عايز يمتحن سي سي اي لاب، في اماكن انت تروحها واماكن لا، واضح؟ في اماكن عندها مشاكل فعلا، انت بتلاحظ مثلا انت بتشتغل على لاب فتلاحظ مشاكل بتقابلك في ان اللاب بطيء، السيشن بطيئه، الامر بتدخله بيقعد كتير، فالكلام ده بيستهلك منك وقت، تلاقي نفسك 8 ساعات خلصوا وما عرفتش تعدي الامتحان. فدي القصه. فانت فقط تعرف ازاي تتعامل مع الامتحان، الموضوع السي سي اي اي لاب يكون سهل جدا بالنسبه لك، ملوش علاقه بموضوع البراكتيكال اكسبيرينس، لان في مهندسين دخلوا في السي سي اي اي وعندهم خبره عمليه كويسه جدا وللاسف ما حالفهمش الحظ ان هم يعدوا الامتحان. الموضوع فقط محتاج حاجتين، ان انت تتدرب كويس على موضوع السي سي اي اي، تتدرب كويس على ازاي تواجه ظروف الامتحان بتاعت السي سي اي اي. تمام؟ انا اتمنى اني ما اكونش تقلت عليكم، اتمنى اكون قدرت اجاوب الاستفسارات اللي جات لي على الفيسبوك. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.